ولكن سيد هيثم مع الأسف الشديد يعني في بعض الفيديوهات تخرج من الشيشان تظهر بأن هناك كثير من الشباب يذهبون للقتال مع الجيش الروسي. بماذا تعلق على موقف القيادة الشيشانية من هذا الأمر وعلى إرسال شباب الشيشان المسلم للقتال مع الروس في هذه الحرب الأوكرانية؟ يعني هذه هي المصالح المشتركة ما بين الله، هيك الله يصلحه، رمضان قديروف الذي هو رئيس الشيشان الآن، والذي يعني يتبنى أفكار بوتين وسلوك بوتين. أنا بقول له لرمضان قديروف ارجع إلى دينك الإسلامي، في الإسلام لا يجوز أن يساعد يعني أمثال القيادة الروسية على انتهاك الانتهاكات، وخاصة ما يجري من انتهاكات في الدول مثل سوريا، كيف قتلوا من الشعب السوري، من المسلمين الشعب السوري، من المسلمين السنة في الشعب السوري. وأنا أدعو رمضان قديروف لإعادة حساباته، وقال أنه سيستقيل من عمله من منصبه، لأنه قال كفى المدة التي قضاها. فأنا يعني الحقيقة استغرب هذا التضامن من قديروف، رمضان قديروف مع بوتين، ولكن الخلفيات أنا لا أعلمها. لكن كما هو معروف كيف شنت روسيا بقيادة بوتين سياسة الأرض المحروقة بالنسبة لجروزني، ودمر البلد تدميرا كاملا، وهو قد يكون يحرص على البلد، يخاف أن تدمر مرة ثانية. على كل أحوال أنا يعني لا أعتقد أن هذه الخطوات خطوات دعم بوتين من قبل أي جهة، أي دولة، سواء كان دولة يعني شعب مسلم أو دولة غير مسلمة. هذا نظام بوتين، نظام مجرم، نظام إجرامي يتدخل بشؤون الآخرين ويقتل الناس وليس لديه حسابات.